بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في برنامج حوار الضاد، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أبرز المختصين في اللغة العربية، نعالج فيه بعض هموم هذه اللغة وأبرز التطلعات وما يتعلق بهذه اللغة من تحديات عصرية في المجتمع العربي. وفي هذه الحلقة نتحدث عن تعليم اللغة العربية، همومها وما تحتاج إليه، وكذلك نتحدث عن هذا التعليم، لمن وماذا وكيف نعلم. أسعد بأن يكون معي ضيفي الأستاذ الدكتور علي أبو المكارم، أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم وعميد الكلية السابق. أهلا وسهلا دكتور علي. أهلا بكم أخي الكريم. أهلا. نتحدث عن تعليم اللغة للناطقين بها أو لأهلها، هل نحتاج لهذا التعليم؟ من المؤكد أن الذين يتابعون واقع اللغة العربية في العالم اليوم يدركون أن العربية لغة يجب أن تعلم للناطقين بها قبل أن تعلم لغير الناطقين بها، ومن الواضح أن الناطقين بالعربية الآن ينطقون بها بأساليب وطرق متعددة، قد يكون بعضها صحيحا لكن معظمها ليس بالصحيح. فاللغة العربية يفترض أن لها خصائص تتصل بالأصوات وتتصل بالبنية، بنية الكلمات، وتتصل بالتراكيب وتتصل بالمعاني والدلالات. وبالتالي إذا تحدثنا بالعربية وجب أن نلتزم بهذه الخصائص جميعا، لكن الناطقين بالعربية قد لا يلتزمون بها، بل هم في الأعم الأغلب لا يلتزمون بها. هم يتصورون أن النطق بالعربية تكفي فيه بعض الخصائص عوضا عن بقية الخصائص، فهم مثلا يمكن أن يخلطوا الأصوات بعضها ببعض ولا ينطقون الأصوات كما يجب أن تنطق بشكل دقيق، ويخلطون مباني الكلمات أيضا بعضها ببعض، ومن الممكن أن يحدث في هذا الخلط كثير من الأخطاء التي يرى الباحثون ويرى الناطقون الحقيقيون باللغة أنها ليست مقبولة. ومن الممكن أيضا حينما يركبون الجمل أن يخطئوا فيما يتعلق بعلاقات الكلمات بعضها ببعض، لأن الجمل تركب من كلمات، والكلمات حينما تركب في داخل الجملة العربية تحدث تنشأ بينها علاقات، وهذه العلاقات تقتضي التزام بضوابط معينة، لكن الناطقين بها في كثير من الأحيان قد لا يلتزمون بهذه الضوابط. وإذا افترضنا جدلا أن هناك من يحرص على هذه الخصائص في مستوياتها الثلاثة، الصوت والبنية والتركيب، سوف نلاحظ أنه من الممكن أن يقع في خطأ فيما يتصل بالمعاني الأساسية للكلمات أو بالمعاني الهامشية التي يطلق عليها المعاني الدلالية. ولذلك نحن في حاجة إلى أن نبدأ بالفعل في تعليم اللغة العربية للناطقين بها. كيف تعلم للناطقين بها؟ هذه قضية ينبغي أن تدرس بشكل واضح وجلي. نرجع هذا الحديث عن كيف نستمر في تعليم اللغة، هل هذا التعليم هو تعليم للقواعد أو للدلالة؟ إذا أذنت لي، تعليم اللغة شيء وتعليم علوم اللغة شيء آخر. علينا أن ندرك أن اللغة تعلم، وأن أبرز أساليب تعليمها يتمثل في الدربة والمران والممارسة والمعايشة، وليس في حفظ القواعد. كان كثير من القدماء يتصورون أن حفظ قواعد العلوم يغني عن تعلم اللغة، لكن الحقائق التاريخية أثبتت، والحقائق الواقعية أيضا أثبتت، أن الإنسان يمكن أن يحفظ القواعد حفظا جيدا،
لكنه لا يستطيع أن ينطق باللغة نطقا صحيحا. نحن في حاجة إلى أن نتمرس بالتعامل مع اللغة، ينبغي أن نتعلم كيف ننطقها وكيف نقرأها وكيف نكتبها. الذين يتصورون أن اللغة عبارة عن مجموعات من القواعد التي تتصل بالأصوات والتي تتصل بالصرف والتي تتصل بالنحو والتي تتصل بالمعجم مخطئون، وغالبا ما يحدث هذا من المتخصصين أنفسهم. أنا أرى أن كثيرا من المخصصين يخطئ خطأ جسيما فيما يتعلق باللغة. لماذا؟ لأنه لم يتمرس باللغة وإنما اكتفى بحفظ علومها، وحفظ العلوم لا يغني مطلقا عن التمرس باللغة. ولذلك يجب أن نضع في الاعتبار أن التمرس اللغوي مسألة جوهرية وحيوية ولا سبيل إلى الاستغناء عنها. هذه مسألة لابد أن تكون موضوعة في الاعتبار. الذين يتصورون أن اللغة يكفي فيها حفظ القواعد، هؤلاء لا يحسنون التصور ولا يحسنون التصرف ولا يحسنون التعامل باللغة. دكتور علي، لمن نعلم اللغة؟ هذا موضوع شديد الأهمية، لأننا إذا أردنا أن نعلم اللغة ينبغي أن نضع في الاعتبار أن تعليم اللغة كما قلت يحتاج إلى دربة ومران وممارسة ومعايشة، وأن هذه المرحلة من التعامل باللغة والتعامل مع اللغة يجب أن تكون في فترة مبكرة، بمعنى أننا في الفترات الأولى التي يولد فيها الطفل يجب أن يتصل أن يحسن اتصاله باللغة. واتصال الطفل باللغة يتم عن طريق المجتمع الذي يعيش فيه، والمجتمع فيه أولا الأسرة، وبالتالي لابد من أن يكون لدينا أسرة قادرة على أن تعلم الوليد اللغة تعليما صحيحا. الذين يتصورون أن اللغة يمكن أن يتعلمها الطفل من المدرسة، هؤلاء مخطئون، لأن المدرسة لا تستطيع أن تقدم للطفل معلومات حقيقية إلا بعد مرحلة معينة من السن، على الأقل أن يكون فوق سن 5، وبالتالي قبل هذا السن الذي يتولى تنشئته لغويا وتعليمه لغويا هي الأسرة، والأسرة فيها عامل بالغ الأهمية ينبغي أن نضعه في الاعتبار وهو الأم. الأم هي الحاضن اللغوي الذي يستطيع أن يدرب وليده على النطق بالعبارات عبارة بعد عبارة، والنطق بالأصوات صوتا بعد صوت. هذه مسائل مهمة جدا لابد أن توضع في الاعتبار. إذا استطاعت الأم أن تقوم بهذا الدور بالنسبة للوليد، فهي بذلك تقدم للمجتمع عنصرا صالحا للنشاط اللغوي، تستطيع بعد ذلك المدرسة أن تنمي هذا العنصر وأن تصحح له ما قد يكون فيه من أخطاء. لكن إذا أهملنا دور الأم فنحن في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نصل إلى المدى الذي نريده فيما يتعلق بإتقان اللغة. فالنقطة الأساسية في تعليم اللغة يجب أن تبدأ بالبيت وبالأسرة وبالأم. بعد يعني أن يدخل المدرسة الطفل ويتعلم أو يأخذ بعض مناهج اللغة العربية، نحرص هنا على أن يكون التعليم للقواعد أو للممارسة للطفل في المراحل. يجب كما قلت يجب أن أفرق بين تعليم اللغة وتعليم علوم اللغة. إذا أردت أن أعلم اللغة العربية علينا أن نعتمد على الإطار اللغوي لتعليم اللغة، بمعنى هناك وسائل كثيرة، من بين هذه الوسائل استخدام الأجهزة السمعية والبصرية، الأجهزة الحديثة يعني السيريهات، الكمبيوتر، كل ما يتصل بالأجهزة الحديثة فيما يتعلق بالاستماع والنطق. نستطيع أن ندرب التلميذ عن طريق الكاسيت مثلا أن يستمع وأن ينطق، نستطيع أن نعلمه العبارات
ونستطيع أن نعلمه أيضا الجمل والتركيب. وفي مثل هذه الأحوال فإن المتعلم يجيد التعايش باللغة ويجيد التعايش مع اللغة، وهذه مسألة لابد أن نضعها في الاعتبار. الذين يتصورون أن تعليم اللغة يجوز أن يتم بواسطة علوم اللغة، هؤلاء للأسف الشديد لا يفهمون طبيعة اللغة ولا يحسنون الوصول إلى تعليمها. وسأعطيك مثالا بسيطا، نحن نحسن كثيرا النحو، وكثير من أساتذة النحو سواء كان في على مستوى المدارس أو على مستوى حتى على مستوى الجامعات يتكلمون في النحو كلاما رائعا، لكن إذا أراد أحدهم أن يعبر عن نفسه بعبارة صحيحة قد لا يحسن. إذا أراد أحدهم أن يكتب موضوعا في بضعة أسطر قد لا يحسن. ما معنى هذا؟ معنى هذا ببساطة أن تعليم العلم شيء وتعليم اللغة شيء آخر. اللغة تحتاج إلى تعايش وإلى دربة وإلى مران وإلى ممارسة وإلى حوار، حوار مستمر. ولذلك مثلا سأعطيك مثالا سهلا نستطيع أن ندرك به قدرتنا على تعليم اللغة وقدرة غيرنا على تعليم لغتهم. نحن نعلم العربية من الأولى الابتدائي ونعلم علوم العربية من الثالثة الابتدائية، ومع ذلك حينما يخرج التلميذ إلى الجامعة لا يحسن لا النطق بالعربية ولا يحسن الكتابة بالعربية ولا يحسن فهم نصوص العربية، في حين مثلا أن التلميذ حينما يدرس اللغة الإنجليزية يدرسها بعد العربية بسنتين أو بثلاث، ومع ذلك عندما يصل إلى مرحلة الثانوية يحسن الكتابة باللغة الإنجليزية ويحسن فهم العبارات الإنجليزية. كيف يتم هذا؟ لأنهم هنالك يدرسون اللغة ولا يهتمون كثيرا بقواعد اللغة بشكل مباشر. نحن نهتم بحفظ قواعد اللغة ولا نهتم كثيرا باستيعاب اللغة استيعابا حقيقيا عن طريق الدربة والممارسة والمعايشة. نحن في حاجة إلى أن نتعايش لغويا، نتحدث بالعربية، ننطق بالعربية، نكتب بالعربية. هذه مسألة لابد أن توضع في الاعتبار. أما أن نتعايش بالعامية ثم نحاول أن نتكلم بالعربية، هذه الازدواجية اللغوية لا يمكن أن تسلم إلى نتيجة صحيحة. سنتحدث الآن ولكن بعد الفاصل عن متى يمكن أن ندخل تعليم علوم العربية بعد أن نكون قد تعلمنا ممارسة العربية. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى في برنامج حوار الضاد، والحديث متصل مع الأستاذ الدكتور علي أبو المكارم حول تعليم اللغة العربية. توقفنا أستاذ الدكتور علي عند تعليم اللغة للأطفال وقلنا متى يبدأ أو متى من المفترض أن يبدأ تعليم علوم العربية.
أنا أتصور أن تعليم علوم العربية يجب أن لا يكون قبل سن 12، لأنه قبل ذلك ليس الصبي الطفل والصبي مستعدا لكي يحفظ العلوم ولكي يترجم حفظه للعلوم في شكل تعامل مباشر بها، وإنما عليه أن يهتم اهتماما كبيرا بالمادة اللغوية حتى يحسن التعايش معها. لكن بعد سن 12 من الممكن جدا أن يبدأ تحليل المواد اللغوية أو المادة اللغوية التي يتعامل بها، فمن الممكن مثلا تفكيك الجمل إلى مفرداتها وتفكيك المفردات إلى أصواتها، ويترتب على هذا أن الصبي يستطيع أن يفهم كيف يفكك الجملة وكيف يركبها، وهذا هو المهم فيما يتعلق بالعلوم. وبالتالي نحن في حاجة إلى أن يكون لدينا إعادة نظر فيما يتعلق بمناهج تعليم علوم العربية. المناهج التي معنا للأسف تبدأ بالنحو وتنتقل بعد ذلك إلى علوم البلاغة وبخاصة علم البيان، ثم علم المعاني، وبعد ذلك علم البديع. وأنا ممن يرون أن هذا كله ينقصه قدر كبير من التوفيق، لأن النحو هو علم للصواب والخطأ، فيجب أولا أن يدرس التلميذ نصوص اللغة وأن يدرك جوانب الصواب والخطأ فيها قبل أن ينظر لهذا الصواب ولهذا الخطأ. يستطيع التلميذ مثلا أن يتعلم العبارة الصحيحة لو كتبنا له عددا من العبارات وبينا له الصحيح فيها والخطأ، ويستطيع إذن أن يكتشف الجانب الصحيح، ثم بعد ذلك نفسر له سر الصواب ونفسر له سبب الخطأ، ونستطيع أن ندربه بعد ذلك على كتابة النماذج الصحيحة، بحيث يمكن أن يقدم لنا نشاطا لغويا قادرا على تحقيق المطلوب فيما يتعلق بالصواب اللغوي. نحن في حاجة إذن إلى أن نعيد النظر في مناهج تدريس اللغة العربية، وقضية أن احنا كل ما نعيد النظر فيها نزيد عدد الساعات، هذه قضية أنا أرى أنها ليست دقيقة إلى حد كبير. لماذا؟ لأن الساعات زيادتها ليس حلا، إنما المهم مضمون ما يقدم في هذه الساعات. هل نحن نقدم مادة يمكن أن يستوعبها التلميذ ويمكن أن يحاكيها في نشاطه اللغوي، أو ليس الأمر كذلك؟ إذا استطعنا أن نقدم مادة مفهومة يستطيع التلميذ أن يحاكيها وأن يفهمها وأن ينسج على منوالها، فنحن نمكنه من اللغة، وبالتالي نستطيع أن نجعله في نهاية الأمر ناطقا لغويا صحيحا فصيحا. أما إذا استمررنا على نحو ما نفعله حاليا من أننا نقدم له قواعد مجردة ونطلب منه تقديم تطبيقات على هذه القواعد، فنحن بذلك نجعله يركب المركب الصعب الذي قد لا يصل به في نهاية الأمر إلى الصواب اللغوي. اللغة إذن تحتاج إلى إعادة نظر فيما يتصل بكل ما يتصل بأساليب تعليمها وفيما يتصل بوسائل تعليمها أيضا. أنا تحدثت عن الوسائل السمعية البصرية، وأريد بذلك أن أنبه لأن الكتاب الذي يدرس اللغة يجب أن يكون معنيا باللغة، ولا ينبغي أن تكون مهمته الأساسية تقديم قواعد اللغة. الذين يدرسون الآن العربية يهتمون اهتماما كبيرا بالقواعد، وهذا كلام طيب، لكن قد لا يكون مؤهلا للإجادة اللغوية. نحن في حاجة إلى أن نجيد اللغة عن طريق التعايش بها وعن طريق
ممارستها وليس عن طريق حفظ قواعدها. طيب دكتور، كيف نعلم اللغة العربية؟ هل هناك طرق أو وسائل؟ نعم، تعليم اللغة العربية كما قلت يجب أن يحدد لنا منذ البداية الهدف وهو اللغة وليس علوم اللغة. فإذا أردنا أن نعلم اللغة وجب علينا أن نضع أن نختار النصوص القادرة على جذب القارئ لكي يستمتع باللغة. نحن في حاجة إلى أن نفهم اللغة وأن نستمتع بها وأن نتمرن عليها وأن نتمرس بالتعامل معها. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك تعليم اللغة يقتضي إعادة النظر في مناهج اللغة وإعادة النظر في مناهج قواعد اللغة وإعادة النظر في مناهج الكتب التي تقدم اللغة وتقدم قواعد اللغة. الحديث ماتع معكم أستاذ الدكتور علي أبو المكارم، ولكن الوقت قد أزف. شكرا لك على تلبية الدعوة، وشكرا لك على هذه الدقائق الماتعة، ونتطلع للقاءات أخرى بإذن الله. والشكر لكم أنتم أيها المشاهدون على حسن المتابعة. نلقاكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.